وأعود إلى موضوع اليمن وإلى القاهرة عبر الهاتف مع السيد غمدان الشريف السكرتير الصحفي لرئاسة الوزراء اليمنية. سيد غمدان، كنا نتحدث عن الطرق، عن الحيل والخدع التي تقوم بها الميليشيات الانقلابية الحوثية للاستيلاء ونهب المساعدات الإنسانية وطرقها. توثيقاتكم وما الطرق التي اكتشفتم أنهم يستخدمونها؟ نعم، كما ذكرت لك انهم يستخدمون طرق رخيصه فقد استخدموها في مرتبات وموظفين حين شرعت الحكومه في ارسالها الى العاصمه صنعاء، وقاموا بتزوير اسماء وهميه. هم اليوم نفس النهج يطرقونه في المساعدات الاغاثيه، حيث رصدنا ان 80% من المساعدات التي تاتي من الامم المتحده لا تذهب الى مستحقينها، وانما تذهب الى الاسواق السوداء والى ما يسمونه المجهود الحربي. هناك طرق عمل تنتهجها هذه الميليشيات المسلحة لجلب المال دون الوصول هذه المساعدات إلى مستحقينها. لذلك نحن في الحكومة الشرعية طلبنا من الأمم المتحدة وضع آلية ومنظمة وعمل تساعد على وصول هذه المساعدات إلى كل مستحق، وتكون اللجنة العليا للإغاثة مشرفا على هذه التوزيع. لكن للأسف الشديد هذه الميليشيات لا تتجاوب مع ذلك، لا تبالي بأوجاع أوقات الناس، لذلك حتى لا تسمح للمنظمات الحيادية الدخول إلى العاصمة صنعاء والإشراف عليها، وإنما هي تقتصر العمل على المنظمات المحايدة الموالية لها كل الولاء. لذلك نحن رصدنا عبر منظمات إن 80% من الذين يحتاجون المساعدات لا تصلهم هذه المساعدات، هذا أدى إلى ارتفاع المعاناة في المحافظات التي تسيطر عليها الميليشيات الإنقلابية. إذا رجعنا إلى المحافظات المحررة لا نجد أن هناك معاناة حقيقية لدى المواطن، وإنما تكفر في المحافظات التي تحت سيطرة الإنقلابيين. نحن لدينا طرق ولدينا آلية منظمة، لكن للأسف الشديد إلى يومنا هذا لم تتجاوب الأمم المتحدة مع المطالب التي عليها الحكومة الشرعية، وأولها فتح فروع رئيسية للمكاتب منظمات الأمم المتحدة في عدن حتى تمارس عملها بكل حياد ومصداقية. طيب، يعني في هذا الصدد هل هناك يعني من اتصالات أو ربما من أمل نحو فتح تلك الخطوط أو سبيل معين لكي تصل فعلا المساعدات إلى المدنيين ولا تمر عبر يد الميليشيات الإنقلابية؟ بحسب الوعود التي حصلنا عليها من الامم المتحده ومن الامين العام للامم المتحده ان تكون هناك اللجنه العليا للاغاثه مع منظمات دوليه تشرف على توزيع المساعدات الاغاثيه الى يد المواطن اليمني، ولكن الى يومنا هذا الميليشيات الانقلابيه ترفض ذلك. هي تشترط ان تكون المساعدات الغذائيه عبر طريقها وعبر مشرفينها الذين لا يمتلكون المصداقيه ولا يمتلكون الحياد، وانما يتاجرون باوجاع اليمنيين. لذلك صعب علينا أن نوجد أنهاء هذه المعاناة الحقيقية طالما تصل هذه المساعدات إلى يد الإنقلابيين. هناك دعم دولي وأممي كبير يدخل إلى اليمن، ولكن للأسف الشديد قوافل المساعدات الإغاثية من مركز الملك سلمان ومن الهلال الأحمر الإماراتي ومن المساعدات الدولية مساعدات كبيرة وهائلة تصل إلى اليمن وتذهب إلى المحافظات التي تحت سيطرة الإنقلابيين، ولكن للأسف الشديد لم نجد نتيجة لهذه المساعدات لأنها لا تذهب في طريقها الحقيقي، لا تذهب في طريقها الصحيح. حين شرحت منظمة مركز الملك سلمان والهلال الأحمر الإماراتي ودخلوا إلى صعدة وذهبوا إلى جيدة وخففت المعاناة، لكن الحوثيين لا يريدون أن تنتهي هذه المعاناة. هم يتوقعون هذه المعاناة تزيد رصيدهم السياسي، تزيد على تصنيعهم. إذا لاحظنا العاصمة صنعاء وجدنا جميع المواد الغذائية تدخل بشكل يومي العاصمة صنعاء وتباع في الأسواق، ليس هناك كما يدعون حصار. نعم سيد غمدان، نعم شكرا لك. ولكن للأسف الشديد هم لا يريدون إنهاء المعاناة. نعم، وضحت الفكرة. أشكرك جزيلا سيد غمدان الشريف سكرتير الصحفي لرئاسة الوزراء اليمنية، كنت معنا بالهاتف مباشرة من القاهرة. شكرا لك.